ديزرت مع الخيال محمد الفتحي. بالشوط الثامن وانا مع الخيال عبد الله ايب. خيول الشوط الحادي عشر نيرفانا وبنت ديزرت. نيرفانا مع الخيال عبد الله ايب وبنت ديزرت مع الخيال محمد الفتحي. بالفعل انطلقت خيول الشوط الحادي عشر على بركة الله تعالى لمسافة 1600 متر. بنت ديزرت مع الخيال محمد الفتحي ونيرفانا مع الخيال عبد الله ايب. لورا شوي الشباب اللي عند المنعطف لورا شوي لو سمحتوا. اذا بنت ديزرت ونيرفانا لمسافة 1600 متر خيول عربية مستوردة. بنت ديزرت ونيرفانا بالمراحل الاولى من على السباق لمسافه 1600 متر. محمد الفتحي على صهوه الفرس بنت ديزرت وعبد الله هيب على صهوه نيرفانا بالمراحل الاولى من هذا السباق لمسافه 1600 متر شوط الخيول العربيه المستورده. ونعطف الان خيول الشوط الحادي عشر. نيرفانا وبنت ديزرت. نيرفانا الان بصداره الشوط وبنت ديزرت بدخول ثنائي بالمراحل الاولى من هذا السباق. اذا بنت ديزرت الان بصداره الشوط مع محمد الفتحي بوتيره هادئه نوعا ما بنت ديزرت ونيرفانا. تقترب خيول الشوط الحادي عشر الان قرابه ما بين المنعطفين. نيرفانا وبنت ديزرت محمد الفتحي وعبد الله ايب. اذا ترتفع بنت ديزرت ونيرفانا بالمراحل النهائية من هذا السباق.
بالديزرت مع الخيال محمد الفتحي بالمرتبة الأولى، ونيرفانا مع الخيال عبد الله هيب بالمرتبة الثانية.